السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا التهيئة على مستوى وادي الحراش في المقطع ديالو الواقع في المحمدية واللي يؤدي إلى جامع الجزائر. إذا نعاود نرجع للمكان هذا، هنا نشوفوا المحول كبير هنايا تم إنشاؤه، ولاحظ أنه الجسر هذا اللي يمر فوق وادي الحراش مازال لم يفتتح بعد، رغم أنه يبدو أن الأشغال انتهت، يعني وصلت إلى مراحل جد متقدمة، لكن مازال لم يفتتح. يبقى هنا عندنا المحول، وهنا كذلك في المقابل نشاهد مركن للسيارات فيه أربع طوابق. هذا شيء مليح حيث أنه مش بعيد على جامع الجزائر. وهنا نزيد أفونسي نشوف هنا هذا الجزء نتاع التهيئة، يعني ما بين ملعب الحراش، ملعب اتحاد الحراش، وكذلك الضفاف نتاع وادي الحراش. وهنا نشوف المحول الثاني، المحول الثاني هذا، وفي المقابل هناك اشغال ما زال، يعني البداية تاعها ما زالت لم تنتهي. اذا هذا هو الجزء نتاع يعني الواقع على ضفاف وادي الحراش في مقطعه الواقع بمنطقة المحمدية قريبة من جامع الجزائر. وهنا ندخل في الطريق هذا اللي تم إنجازه هذه مدة عام، يعني كان موجود لكن تم ازدواجيته. إذن هذا يؤدي إلى جامع الجزائر. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.